إنما من ما وصلوا إليه في الماضي هي المعرفة. لا، المعرفة ليست مطلقة، معرفة متجددة. وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. تكونت منذ زمن بعيد. اليوم قم الذكاء الاصطناعي بسبعة آلاف طن سنوي. عامل حياة الصفر الكربوني؟ إيش يعني؟ ولو أخبرش ما بنخلص إلين باكر. عرض غالبيتها دعوة للتعب ولا زالت النقود مستمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنسان وواهبه صنوف العلم والبيان، والصلاة والسلام على سيد البشرية أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الموقر الأمين العام لمجلس الوزراء راعي حفلنا هذا، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فصباحكم مجد حققه وعد، وعد بأن تكون هذه الجامعة متميزة كما أراد لها باني نهضة عمان السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. 23 عاماً مرت ونحن نستذكر مقولاته في كل يوم لنتوجها بالتخطيط والتصميم للنجاح والمعرفة. واليوم ونحن نحتفل بيوم الجامعة السنوي 23 في ظل النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، فإن الإلهام يتجدد فينا لبناء صورة مشرقة للجامعة ننطلق فيها بطموحاتنا نحو فضاءات العلم والمعرفة. حفلنا الكريم إن خير ما يمكن أن يفتتح به هذا اليوم هو آيات عطرة من ذكر الله الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب سعيد بن خالد الحارثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيماً.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. لو سمحت دكتور، إذن هذا المكان هو فوهة نيزكية. طيب وين موقعها في سلطنة عمان؟ نعم، هذه فوهة نيزكية تكونت منذ زمن بعيد يقارب 60 مليون عاما، وموقعها في محافظة الوسطى وبالتحديد في ولاية محوت. وكيف أثبتت وتأكدت أنه فعلا هناك نيزك ضرب هذه المنطقة بالتحديد، وهذه الفوهة هي فوهة اصطدام النيزك؟ سؤالك فيه تفاصيل مشوقة. لقد أثبتنا ذلك خلال دراسة طويلة استمرت 3 سنوات، وكان ذلك باستخدام المسحات الجيوفيزيائية والإثباتات والدلائل المعدنية والجيوكيميائية، حيث أثبتنا أنه فعلا فوهة نيزكية. هذه الفوهة تكونت نتيجة صدام نيزك أو ويكب في الأرض. هذا النيزك كبير، والمميز أن الفوهة التي خلفها بعد الصدام ضخمة جدا. هنا يتبين لنا ضخامة هذه الفوهة. بحسب المسح الأخير للمنطقة يتضح بأن قطر الفوهة 1 كيلومتر. إذا بهذه الحالة يرجح أن من الممكن يكون حجم قطر الكويكب اللي ساقط على هذه الأرض بين 50 إلى 60 متر تقريبا. بالفعل نلاحظ المنطقة هنا، ولذلك يعد هذا الاكتشاف مهم جدا، لأنها تعد أكبر فوهة في الشرق الأوسط، حيث أنه يوجد في الوطن العربي عدد محدود من الفوهات النيزكية الصغيرة، ويصل عدد الفوهات المثبتة حول العالم إلى 190 فوهة بأعمار قديمة معظمها اندثر بسبب تعرضها لعمليات التعرية والتجوية. تمثل فوهة ولاية محوت اكتشافاً علمياً مهماً من حيث تواجدها بشكل متكامل، حيث لم تتعرض لعوامل التعرية بشكل كبير، وما زالت الفوهة تحتفظ التواجدات الصخرية والمعدنية والتركيبية، مما يجعلها مثلاً حياً للدراسات العلمية المتعلقة بالفوهات النيزكية في العالم، والتي تعرض غالبيتها لعوامل التعرية والاندثار. يعني تخيلوا أن معظم فوهات العالم اندثرت إلا فوهة ولاية محوت إلى الآن محافظة على شكلها، عشان كذا هذه الفوهة مميزة. الصورة التي وصلتكم في أجهزتكم صورة التقطتها أمس في زيارتي لأحد مصانع قطاع التعدين. مؤخراً هناك تسارع إيجابي في قطاع التعدين في سلطنة عمان، وذلك لكثرة المصانع التي أنشئت لإنتاج بعض المواد مثل الألمونيوم والكروم والفولاذ وغيرها. ولكن وراء هذه الصناعات نفايات ومخلفات. النفايات تتراكم بشكل ضخم. تصنف هذه المواد كنفايات، ويتم التخلص منها في أماكن قريبة من المصانع لتتراكم وتصبح عبئاً ومصدر تلوث. المصانع في حيرة من كيفية التخلص من هذه المواد، لأنها نفايات غير قابلة للاستخدام، ولا يمكن تصديرها أو استخدامها لصناعات أخرى، وبالتالي هناك مشكلة تكبر مع مرور الزمن. جميعكم يتساءل الآن،
كيف بالإمكان أن نجعل من هذه المواد التي تصنف كنفايات ولا يمكننا الاستفادة منها لتحويلها إلى مواد تسهم في تطبيقات مفيدة؟ قمنا بإجراء دراسة علمية حول إعادة تدوير مادتي خبث حديد الكروم وخبث الفولاذ واستخدامهما في تطبيقات مفيدة للمستهلك، وفعلاً تمكننا من استغلال تلك المواد التي كانت تصنف كنفايات لتكون مواد آمنة وصديقة للبيئة، حيث يمكن استخدامهما بشكل آمن كبديل كلي للركام في خلطات الخرسانة، كما يمكن استخدام هذه المواد بشكل جزئي كبديل للركام في رصف الطرق. وبناء على نتائج هذه الدراسة، فقد تم رسمياً إعادة تصنيف هاتين المادتين من قبل الجهات المختصة من نفايات إلى منتجات ثانوية. هذه الأكوام الكبيرة كانت تشكل في السابق مشكلة، اليوم تحقق رافد اقتصادي مستدام للبلد. وأيضاً دكتور بتحقق حماية مستدامة للبيئة. بالفعل نقوم حالياً باستخدام هذه المواد في المجال الزراعي كأسمدة زراعية، كونها غنية بعناصر مغذية كالمغنيسيوم. ولا زالت البحوث مستمرة. هذا المشروع البحثي يساهم في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية التي حددتها رؤية عمان 2040، وهو استغلال الموارد الطبيعية بصورة معتدلة والحد من استنزافها لسد احتياجات الجيل الحالي مع عدم الإخلال باحتياجات الأجيال القادمة من هذه الموارد. الحمد لله هذه الأيام خفيفة. أمس عزمت صديق قديم وتذكرنا زمان لما كنا نسافر في الثمانينات، كانت ذكريات جميلة، رجعنا 40 سنة وراء. زين عمي أبو مازن خبرني كيف كانت هذه الذكريات وكيف كان شعورك وقتها؟ ولو أخبرش ما بنخلص إلين باكر. نعلم جميعاً بأن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وهناك ندرة في الدراسات التي جرت في هذا الموضوع في الدول العربية بشكل خاص، ومن خلال الأبحاث العلمية التي أشارت إلى أن سرد الذكريات الشخصية قد تعبر بشكل فاعل عن الأحاسيس الداخلية وتوفر التنفيس العاطفي لكبار السن، حيث يعد إنشاء كتاب قصة الحياة تدخل فاعل لتعزيز جودة حياة كبار السن. ويعتبر هذا البحث أول بحث في الخليج العربي لمعالجة الاكتئاب بطريقة سرد القصص. طبقت هذه الدراسة على عينة من كبار السن العمانيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ويعيشون في المجتمع بيننا، وتم استخدام عدة مقاييس وهي الاكتئاب، جودة الحياة، والرضا عن الحياة، وتم رصد درجات جميع هذه المقاييس، حيث كانت النتائج مبشرة جداً، فقد وجدنا أن هناك انخفاض في معدل الاكتئاب وتحسن في الرضا عن الحياة ونوعية الحياة لدى كبار السن العمانيين. ومن جانب آخر قللت الجرعات العلاجية بالأدوية من قبل الأطباء، وهذا مؤشر حيوي عالي. كتاب قصة الحياة عزز من جودة الحياة لدى كبار السن، ولكن النتيجة الحالية تعتمد على عينات دراسة صغيرة. الرؤية القادمة للبحث هي عرض الدراسة على المجال الصحي لإمكانية الاستفادة منها كخطة علاجية مستقبلاً. أرى أن نتائج وتأثير هذا المشروع طورت وسهلت من عملية العلاج من الاكتئاب لدى كبار السن في السلطنة. In addition, this psychological intervention may help our clinicians to develop and integrate models of care that combine pharmacological and psychological therapies. وهذه الدراسة بنتائجها المبهرة ستكون مستقبل له أثر في الخطط العلاجية لكبار السن. هذه الطائرة وبنظامها التقني الذي ابتكر في جامعة السلطان قابوس هي تقنية مبتكرة طورت لتكون حلاً فعالاً سيوفر ملايين الريالات سنوياً في موانئ سلطنة عمان. وكما تعلمون يعد إنشاء الموانئ وصيانتها عالي التكلفة، إذ أن نزول السفن المثقلة بالأوزان للميناء يتسبب في شقوق في الأرض. مؤخراً وبعد عمليات رصد مكثفة لجميع الشقوق الموجودة في منطقة رصيف البحر، رصدنا أكبر عدد من الشقوق وكانت أحجامها مختلفة،
حتى انه يوصل حجمها لصفر فاصلة ستة مليمتر. والحين يجب علينا مراقبة هذه الشخوخ بعناية وإصلاحها بأسرع وقت ممكن بحيث ما يتعدى حجمها هذا الرقم. رصد تلك الشقوق في الأرصفة البحرية وكيفية تطورها عملية مهمة في المحافظة على الأرصفة التابعة لهيئة ميناء سحار المنطقة الحرة، والتي تجرى حالياً بطريقة يدوية تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً شاقاً وميزانية مكلفة. دكتور، كيف تمكنت التقنية أن تكون حل سهل لهذه المشكلة؟ استخدم الفريق البحثي التكنولوجيا الحديثة مدعمة بالطائرات بدون طيار لرسم خرائط دقيقة لمراقبة الشقوق التي تتطور في الهياكل الخرسانية المسلحة لأرصفة الموانئ. نتائج المشروع تساعد على رفع المردود من خلال أتمتة العملية وتحسين دقة قياس مختلف الشقوق وضبط مواقعها على الأرصفة في فترة زمنية أقصر بكثير من العملية اليدوية وبكلفة أقل. اليوم وبالذكاء الاصطناعي تحسنت كثير دقة قياس الشقوق على الأرصفة البحرية، حتى أن صيانتها صارت أسهل وبعد وفرت علينا وقت أقصر. كم تقريباً وفر هذا المشروع مادياً؟ وكم اختصر من الوقت؟ بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس وبإمام ميناء سحار في البحوث العلمية وكفاءتها، تمكنا من توفير ما يقارب 90% من التكلفة الإجمالية التي كنا ننفقها على إحدى عمليات صيانة الموانئ. اليوم نحن بفضل العلم وبفضل تلك العقول نجري عمليات الصيانة بثمن أقل وبكفاءة عالية وأيضاً سرعة فائقة ننجز فيها عمليات الصيانة في أسابيع. اختصر هذا المشروع وقتاً طويلاً في الصيانة، حيث كانت تتم عمليات صيانة هذه الشقوق 6 أشهر. اليوم وبالتقنية الحديثة تمكننا من تقليص هذا الوقت ليصبح إنجاز العملية خلال أسابيع فقط. الآن جميعكم يرى أن المشروع حققت أهدافه ميدانياً ويمكن أن يدر الكثير على الاقتصاد الوطني، لأنه هو الحل الأوفر والأكفأ والأسرع. مؤخراً سمعت خبر يقول إن ارتفعت نسبة إنتاج الأعشاب البحرية عالمياً بمقدار 30 ضعف في عام 2020 عما كان عليه الوضع في السبعينات. أيوة صح، وأنا بعد سمعت إن وصلت القيمة الاقتصادية للأعشاب البحرية إلى 40 مليار دولار، ومن المتوقع أنها تتزايد سنوياً بنسبة 9%. يعني أنا أفهم من كلامكم إن القيمة الاقتصادية للأعشاب البحرية رح ترتفع إلى 95 مليار دولار بعد 4 سنوات بس. وتعرفوا إنه تم تصنيف أكثر من 400 نوع من الأعشاب البحرية اللي أنت بتتكلموا عنها في بحار سلطنة عمان؟ تنفرد السلطنة عن دول العالم ب 18 نوع. تتوزع هذه الأعشاب البحرية على جميع بحار سلطنة عمان، وبسبب الرياح الموسمية في فصلي الشتاء والصيف تنمو وتزدهر نمو الأعشاب البحرية، وذلك بسبب زيادة المغذيات في البحر وانخفاض درجات الحرارة المطلوبة. وتعتبر المنطقة الجنوبية في سلطنة عمان من أكثر المناطق احتواءً على الأعشاب البحرية، وقد قدرت كمية الأعشاب التي تنجرف سنوياً إلى الشاطئ في المنطقة الجنوبية ب7,000 طن سنوياً. دكتور، إيش الأسباب اللي خلتكم تهتموا بمثل هذه الأعشاب اللي ما كنا نلتفت لها قبل؟ سؤال رائع. زاد الاهتمام بالأعشاب البحرية في الآونة الأخيرة لعدة أسباب. أولها أنها لا تحتاج إلى مياه عذبة وأيضاً لا تحتاج إلى أراضي، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من المواد النشطة الفعالة ذات المردود الاقتصادي العالي، حيث تم استخلاص الكثير من المركبات المهمة التي وجدت طريقها إلى الأغذية وأيضاً إلى المستخلصات والمستحضرات الطبية. هذا بالإضافة إلى أن الأعشاب البحرية أفضل على الأقل في 5 مرات من النباتات البرية في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون. جاءت فكرة استغلال هذا المورد المتجدد الغير مستغل حالياً من أجل وضع الأرضية المناسبة لاستغلاله، الأمر الذي سيسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وسيساهم في وصول إلى هدف الحياد الصفر الكربوني في عام 2050.
عامل حياد الصفر الكربوني؟ إيش يعني؟ يعني انخفاض وموازنة انبعاث الغازات في الغلاف الجوي، وهذا المشروع بالذات يحقق هالشيء لأنه مشروع صديق للبيئة ومستدام. وبسبب وفرة هذا المورد لدينا في سلطنة عمان وعدم وجود دراسات سابقة لتقييم مكونات الأعشاب البحرية محلياً، فقد عملنا في هذا المشروع البحثي على تحديد وتقييم مكونات 20 نوعاً من أكثر الأعشاب البحرية شيوعاً في بحرنا من أجل استقلال وإدارة مثلى لهذا المورد. تم دراسة تلك الأعشاب البحرية من ناحية الكيميائية والميكروبيولوجية، وأظهرت الدراسات الأولية أهمية هذا الكنز الذي سيضيف قيمة اقتصادية كبيرة لسلطنة عمان. في طيات هذا العالم الكبير الممتد، عقول حيرها غموض الاكتشافات، عقول تسحب بين المسائل والمشكلات، في أشياء تدفعنا للتحسين، ففي كل قمة نبلغها تصبح النظرة أوسع وأشمل، فبشمولها تتعاضد الإنجازات وتكبر، لنسند به حاضرنا في صرح عمد روضه بالعلم والخبرة، لتصبح مدداً للمستقبل. الحفل الكريم. ترتكز الجامعة في مسيرتها على منهجية علمية وقيم راسخة وشراكات فاعلة، ليبقى شغف العلم مستمرا وروح الابتكار متجددة. ندعو الآن الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ليلقي كلمته ويعلن عن أسماء البحوث الاستراتيجية. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معالي الشيخ الفضل بن إبراهيم، معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارث الموقر الأمين العام لمجلس الوزراء راعي الحفل، مع الأستاذ الدكتور أحمد بنت إبراهيم المحروقية الموقرة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهي تحتفي بيومها السنوي 23 الذي يحمل ذكر الزيارة العطرة للمغفور له حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه لحرم جامعة السلطان قابوس في 2 مايو عام 2000. وإذ نحمد المولى القدير أن عاد علينا اللقاء في هذا اليوم المهيب، فإننا نتوجه بخالص قلوبنا إلى قائد النهضة المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، مجددين كل صنوف الولاء لجلالته الذي تفضل منذ بداية عهده الزاهر بإسداء توجيهاته السديدة بمواصلة نهج إحراز التقدم وتركيز الجهود على الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية بما فيها أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي وصقل المواهب لتحقيق التنمية الوطنية لهذا البلد العزيز. وحرصاً على ذلك، ولكونها الجامعة الوطنية الرائدة في سلطنة عمان وأحد المحركات الرئيسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، تحرص الجامعة على أداء دورها الريادي في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وينعكس ذلك في موائمة خطة الجامعة الاستراتيجية طويلة المدى 2016-2040 مع أهداف الرؤية.
إضافة إلى التزامها بمواصلة تطوير نظام تعليمي رائد عالميا مع شراكات اجتماعية وصناعية فاعلة تسهم في دعم البحث العلمي والابتكار والإبداع. فضلاً عن ارتباط العديد من المبادرات والأنشطة الجامعية بأهداف رؤية عمان 2040، لا سيما تلك التي تركز على إجراء البحوث التطبيقية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، وتحويل مخرجات البحث والإبداع في جامعة السلطان قابوس إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة. معالي الشيخ الموقر، أيها الحضور الكريم، إنه لا يشرفني أن أقف بين أيديكم اليوم لأسلط الضوء على بعض أهم الإنجازات التي تحققت في العام المنصرم ومطلع هذا العام في مجال البحث العلمي والدراسات العليا والابتكار. ويأتي في مقدمة العوامل الممكنة لتحقيق هذا الإنجاز الدعم المستمر عالي المستوى الذي يتلقاه باحثو جامعة السلطان قابوس من خلال المنحة السامية المخصصة للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لسلطنة عمان. ففي عام 2022 حظيت 5 مشاريع استراتيجية بالتمويل من المنحة السامية للبحوث الاستراتيجية موزعة على كلية الطب والعلوم الصحية وكلية الهندسة وكلية العلوم ومركز الدراسات والبحوث البيئية ومركز أبحاث تقنية النانو. كما استفاد أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة من مصادر التمويل المتاحة الداخلية والخارجية، حيث مولت الجامعة من مواردها الذاتية 157 مشروعاً بحثياً بقيمة تجاوزت 714,000 ريال عماني، وتجاوز إجمال التمويل الخارجي للمنح البحثية 100,000 ريال عماني لعدد 7 مشاريع. وشكلت برامج التمويل المتنوعة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مصدراً قيماً آخر لدعم البحث العلمي بالجامعة. ففي العام الماضي تلقى باحثو الجامعة وطلبتها التمويل من برامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة بقيمة تجاوزت 300,000 ريال عماني، توزعت لتمويل 14 منحة في برنامج المنح البحثية، و15 منحة لبرنامج منح بحوث الخريجين، و11 منحة لبرنامج منح بحوث الطلبة. كما حصل باحثو الجامعة ضمن برنامج المشاريع الاستراتيجية على التمويل بقيمة تجاوزت 250,000 ريال عماني لـ8 مشاريع بحثية استراتيجية. واستمر الباحثون في الجامعة في تقديم الاستشارات البحثية للقطاعات المختلفة لتصل إلى 41 استشارة بحثية بقيمة تجاوزت 1,000,000 ريال عماني خلال العام المنصرم ومطلع هذا العام. ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، يعد نشر مخرجات البحث العلمي المبتكر من الاهتمامات الأساسية للجامعة، فقد شهد العام الماضي نشر ما يقارب من 2,000 ورقة بحثية محكمة ظهر منها أكثر من 1,600 بحث في مصادر مفهرسة مثل سكوبس، وقد استشهد بها فعلياً أكثر من 4,400 مرة. وشارك 284 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة السلطان قابوس في مؤتمرات دولية. وفي سبيل إبراز الدراسات والأبحاث التي تنشرها الجامعة، فقد أصدرت المجلات العلمية 7 للجامعة 18 عدداً ضمت 209 مقالات علمية. وتعزيزاً لهذا النشر العلمي والمعرفي، منحت الجامعة في عام 2022 1,007 جوائز ضمن جائزة جامعة السلطان قابوس للنشر العلمي وبراءات الاختراع للأوراق العلمية التي نشرت في العام 2021. أما بالنسبة لبرامج الدراسات العليا بالجامعة، وفي ضوء ما تشكله من ركيزة أساسية لإعداد الكوادر الوطنية العمانية المتخصصة وجسر للربط بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والمجتمع، فإن الجامعة مستمرة في جذب واستقطاب عدد كبير من المتقدمين لبرامج الدراسات العليا. ففي العام الأكاديمي الماضي قدمت الجامعة 69 برنامجاً على مستوى الماجستير و34 برنامجاً على مستوى الدكتوراه موزعة على مختلف كلياتها، إضافة إلى 4 برامج لبرنامج الدراسات العليا الدبلوم للدراسات العليا. وقبلت الجامعة 989 طالباً من طلبة الدراسات العليا، منهم 85 طالباً دولياً يدرسون في مختلف مستويات الدراسات العليا. وبالنسبة للمنح الدراسية لدعم طلبة الدراسات العليا بالجامعة،
ففي العام المنصرم قدمت الجامعة 167 منحة دراسية كاملة وجزئية، إضافة إلى 13 منحة مقدمة من القطاع الخاص. وواصلت الجامعة أداء دورها الريادي في الجوانب المتعلقة بالابتكار والملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع. ففي عامه السادس منذ إنشائه تمكن مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس من تعزيز مكانته باعتباره الكيان الرئيس المسؤول عن الإشراف على جميع ما يتعلق بالملكية الفكرية للجامعة وحمايتها ودعم الابتكار في مختلف وحدات الجامعة. وفي العام المنصرم شارك المركز في تقديم 6 إفصاحات عن اختراعات ونشاط ترخيص واحد ودعم 35 شخصاً في برنامج الحاضنات. كما واصل المركز تطوير وضع الابتكار في الجامعة بتنظيم هاكاثون للابتكار وتوقيع رسالة تعاون مع الجمعية الزراعية بفرعها في محافظة جنوب الباطنة. كما واصلت المراكز البحثية بالجامعة في هذه الفترة أداء دورها في البحث العلمي والابتكار، قدمت 26 خدمة استشارية بحثية بمبلغ تجاوز 640 ألف ريال عماني حتى مطلع هذا العام، وتلقت في الفترة ذاتها ما يزيد عن 370 ألف ريال عماني لتمويل 35 مشروعاً بحثياً. ولهذه المشاريع البحثية مساهمة فاعلة في معالجة بعض القضايا وحل مشكلات قائمة فعلياً وتؤثر على التنمية المستدامة، إضافة إلى منافعها في رفع معدلات كفاءة الموارد للجامعة وسلطنة عمان. ولأن المجال لا يتسع الآن لذكر هذه المشاريع، أود التطرق إلى أبرز مثالين في هذا الصدد. المثال الأول المشروع الذي أنجزه مركز أبحاث المياه حول إدارة مياه الري في حرم الجامعة، الذي نتج عنه توفير في استهلاك مياه الري بنسبة 66% وتحقيق وفرة سنوية بحوالي 359 ألف ريال عماني سنوياً. أما المثال الآخر فهو مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في المبنى الرئيس لكلية العلوم المنفذ من قبل مركز أبحاث الطاقة المستدامة بالتعاون مع شركة سيمنز بتكلفة وقدرها 74 ألف ريال عماني بهدف تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 20% سنوياً. وقد استطاع المشروع في سنواته الثلاث الأولى توفير أكثر من 2 جيجاوات ساعة بقيمة تقدر ب 56 ألف ريال عماني، وبذلك حقق المشروع أهدافاً تفوق تلك المحددة له قبل البدء في تنفيذه. ولعل أبرز ما يعكسه هذان المشروعان هو أهمية المنافع المتحققة لمخرجات الأبحاث العلمية في جوانب كفاءة تخطيط موازنات التكلفة التشغيلية وترجمة لذلك، فقد أسندت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مؤخراً استشارة بحثية لمركز أبحاث المياه لترشيد استهلاك المياه وتعزيز التكلفة التشغيلية، واستشارة أخرى أيضاً لمركز أبحاث الطاقة المستدامة في مجال تقييم فرص طاقة الهيدروجين الأخضر، وتتويجاً لجهود أكاديمي الجامعة وباحثيها وطلبتها. فقد حصلت الجامعة 53 جائزة إقليمية ودولية خلال العام الماضي، وعلى المستوى الوطني حصلت الجامعة 8 جوائز من أصل 11 جائزة ضمن الجائزة الوطنية للبحث العلمي التي ترعاها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للعام 2022. معالي الشيخ الموقر، أيها الحفل الكريم، قدمت كليات الجامعة ومراكزها البحثية هذا العام 29 مقترحاً لمشاريع مختلفة تتناول جوانب متعددة من احتياجات التنمية في سلطنة عمان للحصول على تمويل من الدعم السامي للبحوث الاستراتيجية. وقد مرت تلك المقترحات بعمليات تقييم علمية محكمة خارجية وأخرى محلية من قبل المؤسسات ذات العلاقة. ويشرفني الآن أن أعلن من هذا المنبر عن المشاريع البحثية الفائزة بالدعم السامي لهذا العام. أولاً، تفعيل وتعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي من قطاع مستهلك للثروة إلى قطاع مولد للثروة للباحث الرئيس الدكتور ابتسام العبرية من كلية العلوم الزراعية والبحرية. ثانياً، استخدام تمور بسر المبسلي ذات القيمة المتدنية لتصنيع منتجات غذائية مبتكرة لتطوير الاقتصاد والأمن الغذائي للباحث الرئيس الدكتور ناصر الحبسي من كلية العلوم الزراعية والبحرية. ثالثاً،
تحضير مناهج الكيمياء العملية في جامعة السلطان قابوس والمدارس الحكومية بسلطنة عمان للباحث الرئيس الدكتور السعيد الشافعي من كلية العلوم. رابعاً، إنتاج تركيبات جديدة من كائنات دقيقة محلية لاستخدامها في المكافحة الحيوية ضد أمراض النبات للباحث الرئيس الدكتور حمد الندابي من مركز الدراسات والبحوث البيئية. خامساً، الخصائص الجزيئية لسرطان القولون والمستقيم والعوامل الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والمرضية المصاحبة والتحديات لتبني فحص وطني للاكتشاف المبكر لسرطان القولون والمستقيم في سلطنة عمان، دراسة منهجية مختلطة للباحث الرئيس الدكتور محمد العزري من كلية الطب والعلوم الصحية. سادساً، مسح بيانات المناخ والإشعاع الشمسي والبيئة لسلطنة عمان لأغراض دراسات الطاقة والتلوث والتغير المناخي للباحث الرئيس الدكتور ناصر العزري من كلية الهندسة. سابعاً، استقصاء شامل لطيور الميناء الشائعة الدخيلة، رؤية حول توسيع انتشارها ونهج مقترح لإدارتها للباحث الرئيس الدكتور حسن الريسي من مركز الدراسات والبحوث البيئية. ثامناً، تعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي من خلال الإمكانات ذات العلاقة بالقطاع الرياضي في سلطنة عمان للباحث الرئيس الدكتور ماجد البوصافي من مركز البحوث الإنسانية. تاسعاً، تطوير قدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد الأصلية لاستخدام المواد المحلية لقطاع البناء في سلطنة عمان للباحث الرئيس الدكتور محمد بلال من كلية الهندسة. ولا شك أن كل مشروع من هذه المشاريع سيكون له تأثير إيجابي كبير على خدمة جوانب التنمية والمجتمع، فللباحثين الرئيسيين وفرقهم البحثية أصدق الأمنيات بالتوفيق في جهودهم البحثية القادمة. ختاماً، أرجو أن يكون هذا الموجز لأبرز ما تحقق في البحث العلمي والابتكار والدراسات العليا في العام الماضي ومطلع هذا العام، قد عكس أبرز جهود الجامعة المبذولة ضمن حرصها الدؤوب على تحقيق رسالتها نحو المجتمع العماني والاطلاع بدور ريادي في تحقيق التنمية الاستراتيجية لسلطنة عمان. متطلعين إلى تحقيق المزيد في ظل رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، مدركين تماماً أن البحث العلمي والابتكار هما استثمار رابح يؤدي إلى تنمية مستدامة مبنية على قواعد راسخة تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع وتطلعاته وتوجهاته المستقبلية. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعاً لما فيه خير هذا البلد ورفعته، إنه على ما يشاء قدير. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر لمعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر على رعايته الكريمة لهذه المناسبة العزيزة، والشكر موصول إليكم جميعاً حضورنا الكريم على حسن إصغائكم، ولكل من أسهم في تنظيم حفل هذه المناسبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحفل الكريم، في يوم الجامعة السنوي نقف على منصة الشكر والتقدير لتتويج وتكريم كل مجتهد سعى إلى التميز وأعلى من مكانة جامعة السلطان قابوس في مختلف المحافل والمنتديات العلمية وغير العلمية. ندعو معالي راعي الحفل إلى المنصة لتكريم الأسماء المجيدة لهذا العام بمعية صاحب السمو رئيس الجامعة. الباحث المجيد الدكتور مسعود بن حميد بن مسعود المعمري، كلية الحقوق. الدكتور صالح بن ناصر بن جمعة الساعدي، كلية الهندسة.
الدكتور المنذر بن عبد الله بن علي المعولي، المستشفى الجامعي. كان كلية الطب والعلوم الصحية. الدكتور سرينيفاسا راو، كلية الطب والعلوم الصحية. الدكتور رضا حرشاني، كلية العلوم. الدكتور ياسين بن أحمد بن إسماعيل الملا، كلية العلوم الدكتورة جهينة بن سالم محمد المقبالي، المستشفى الجامعي. الدكتور الهدية التذكارية.